بكلفة تتجاوز 190 مليون ليرة باشرت محافظة دمشق صيانة جسر الثورة عبر تركيب فواصل مطاطية عرضية مسلحة لتأمين حركة أفقية للجسر دون إلحاق أي أذى فيه وصيانة الركائز والمخدات البيتونية في القسم السفلي وأماكن تآكل المتضرر من البيتون. الهدف هو تركيب فواصل مطاطية مسلحة مشان تأمين الحركة الأفقية للجسر بدون أي أذى للجسر. لأول شيء نحن بنكون بنقص الزفت بعرض 65 سنتي بمنطقة الفاصل الإنشائي، وبعدين بنركب الفاصل، هو نيوبرين، هو فاصل نيوبرين مسلح. بنقوم بتثقيب بلاطة الجسر على اليمين وعلى الشمال، بنثبت فيه البراغي وتشاريك التسليح، الغاية منها تأمين تثبيته بمكانه الصحيح وحمايته من جميع الأطراف. وبعدين نرجع نصب مادة جراوتية، هي اسمنت مسلح مقوى لحماية الفاصل من الأسفل ومن الجوانب. فالفواصل الجسر الثورة يتألف من قسمين، قسم العلوي وقسم السفلي. القسم السفلي هو يتألف من الركائز والمخدات البتونية تمت معالجتها. القسم العلوي يتألف من قسمين، قسم الفاصل الطولي هذا منفذ، والقسم الهلا الآن اللي بنقوم بتنفيذه هو الفاصل العرضي 80. هذه الفواصل تمنع تسريب المياه والأمطار والزيوت الساقطة على جسم الجسر منع من دخوله إلى أسفل الركائز. انتهينا من الأعمال الإنشائية وتداخلات الإنشائية على جسر الثورة، وبلشنا هلأ بتركيب الفواصل العرضانية للبلاطات البيتونية للجسر. هلأ نحن بالنسبة لنا عملنا عقد مع المؤسسة الإسكان العسكرية لإعادة تأهيل جسري الثورة وفيكتوريا. طبعا الجسر الثورة هو أكبر من جسر فيكتوريا بالنسبة لحجم العمال، 6 مقاطع عرضية مثل ما احنا شايفين. فالحمد لله، لا بالعكس، نحن انه الشباب هلا صار عندهم خبرة أكثر بجوز بتنظيم العمل وإدارة العمل بشكل كبير، واليوم إن شاء الله يعني حتى بنلاحظ الإنجاز. خلال من يوم الجمعة قطعنا الطريق لليوم 3 أيام، فالإنجاز كان يعادل إنجاز بفيكتوريا لأسبوع يمكن تقريبا. إن شاء الله، لأن احنا بنحاول ينتهي العمل قبل 40 يوم، بس إن شاء الله تعدنا الظروف الجوية.